السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقترع عليكم دجاج مبخر بالشعريه، كيجي جديد، نتمنىكم تجربوه. ولا اول مره كتزوروا قناه ام خوله، مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بسم الله على بركه الله، غادي ندوزو المقادير. كاين عندنا بالنسبه للعطريه كاين التحميره، كاين الابزار، الزعفران، الخرقوم، الملحه، سكينجبير، كاين زيت الزيتون الحامض مع شويه د الماء، كاين المعدنوس، كاين الثومه، كاين الحامض المصير، كاين عندنا جوج نتاع المعلقات نتاع الياغورت مسوس، وورقه سيدنا موسى، والشعريه الصينيه بعد ما درناها في الماء الطايب، كاين عندنا الزيتون. بسم الله على بركه الله. بعد ما نقينا الدجاج كناخذوا العطريه اللي ذكرناها، كنزيدوا عليهم المعدنوس والثومه والمصير وجوج معلقات نتاع الياغوت، كنزيدوا عليهم الحامض وشويه د الماء، كنخلطوا العناصر مزيان، كنتبلوا بهم الدجاج ديالنا. تقدروا تزيدوا الهريسه مع شويه الخردل اي لاموطارد، كيجي لذيذ بزاف. انا هنايا العائله ما كياكلوليش الحار، هذاك الشيء علاش ما درتش الهريسه. كنتبلو الدجاج مزيان من الداخل ومن برا، كنتكم بهذه الطريقه باش كتدخل الاقامه. انا هاد الدجاج راني خدمه بالليل باش كيشرب العطريه مزيان وكيجي لذيذ. بالنسبه للكبده كنسلقها مع ورقه سيدنا موسى، ورقه الرند مع شويه الحامض، وكنقطعها رقيقه، كناخذ الزيتون كنقطعو رقيق. بالنسبه للشعريه بعد ما درنا لها الماء الطايب قطعتها شويه وزدتها على القمل اللي بقات لنا من الدجاج. كنزيد عليها شويه د العطريه،
كنخليو الدجاج كيترقد، انا درتو ليله كامله. ومن بعد كناخذو الدجاج كنديروا له الحشو، كنديروا الشعريه، كنخدموه بهذه الطريقه الموضحه في الفيديو. بعد ما سالينا من الحشو ديال الدجاجات كنلويهم في بهذه الطريقه بلاستيكه، باش المريقه ديال الدجاج ما كتمشيش، كتبقى في البلاستيك وكطيب مزيان. من بعد كنديرهم في الكسكاس وكنديرهم يفورو. درت معاهم واحد الوريقه نتاع سيدنا موسى ورقه الرند، انا كتعجبني مع الدجاج. هذا هو الدجاج بعد ما تبخر، كنديروه في الفران يتحمر. هذه هي الوصفه نتاع اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بعد ما سالينا الدجاج ودرناه في صحن التقديم كنزيدوا عليه الخضره مفوره، ونتمنى يعجبكم الوصفه. ما تبخلوش عليا باللايكات البارطاج مع الاصدقاء والاحباب، والى اول مره كتزوروا قناه ام خوله ما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي.